آمين. احنا ماشيين في الرحلة بتاعت شهر كياك، والنهارده الحد اللي على طول قبل ولادة السيد المسيح في عيد الميلاد، بتقرأ الجزء من الإنجيل وهو ميلاد يوحنا المعمدان السابق. فده اللي جه قبل المسيح عشان يعد الطريق قدامه. هذا الجزء من الإنجيل فيه تأملات كثيرة جدا، هاخد منها عدة تأملات. أول تأمل أن لما سألوا إليصابات سمي إيه؟ فقالت يوحنا، فتعجبوا لأنهم عايزين يسموه على اسم أبو زكريا. فقالوا لها ما فيش حد في عشيرتك يحمل هذا الاسم، أنت جبت الاسم ده منين؟ فسألوا جوزها فقال لهم هاتوا حاجة يكتب عليها، فجاب حاجة يكتب عليها كتب يوحنا، نفس الاسم اللي نطقته إليصابات. الحاجة الجميلة اللي احنا ممكن نتعلمها من هذا الجزء أن الروح القدس عندما يعمل في حياة الزوج والزوجة تلاقي أفكارهم متقاربة وبيقود حياتهم إلى إرادة الله في حياتهم، فبيبقوا متفقين في الفكر ومتفقين في العمل. عشان كده احنا في صلاة الإكليل، في صلاة حلول الروح القدس، نقول كللهما بالمجد والكرام أيها الآب أمين، باركهما أيها الابن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس أمين. وإحنا بنصلي هذه الصلاة اللي هي حلول الروح القدس بنحط دماغتهم لازقين في بعض، بنقول لهم الكنيسة بتقول لهم خلي ليكوا الفكر الواحد، فكروا مع بعض، مش لازم كل واحد يكون لي فكر مختلف عن التاني، ولو مختلفين اقعدوا واتفقوا، لازم يكون ليكوا الفكر الواحد. وبعد شوية تتقال صلاة ويجي أبونا يخليه يمسك إيديها وهي تمسك في إيده، فالاثنين يمسكوا إيديهم في بعض، أكن الكنيسة بتقول لهم اشتغلوا مع بعض، ففكروا مع بعض واشتغلوا مع بعض. طب إيه اللي يساعد الزوج والزوجة أن يفكروا مع بعض ويشتغلوا مع بعض عشان يحققوا إرادة الله في حياتهم؟ حلول الروح القدس وامتلاءهم بالروح القدس كما حصل مع زكريا الكاهن وإليصابات. النقطة الثانية، لما ولد يوحنا وأخذوا بركة، أول حاجة عملها لما انفتح فم زكريا أنه بارك الله. بارك الله على هذه العطية اللي هو عطاها له. فانفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. لما ربنا يدينا أي عطية حلوة في حياتنا خلينا نبارك ونسبح الله، بدل ما نحتفل احتفالات عالمية، مش هنقول ما تعملوش، لكن هنقول لابد في نفس الوقت نسبح ونبارك ونشكر الله على كل عطاياه. لما العذراء راحت تزور إليصابات وإليصابات قالت لها كيف لي هذا أن تأتي أمي ربي إلي، فانفتح فم العذراء وابتدت تسبح وابتدت تعظم الله، تعظم نفس الرب وابتدت تسبح الله. فكل عطية وكل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. كل عطية في حياتنا، كل بركة في حياتنا دي من السماء، ينبغي أن احنا نشكر الله عليها. الحاجة الجميلة الثانية أن
يوحنا كان بيكرز وهو لسه طفل مولود، فيقول لما سمعوا كلام زكريا وقع خوف على كل جيرانهم وقالوا ماذا يكون هذا الطفل؟ ايه ده كل اللي بيحصل في هذا الطفل؟ فابتدى يكرز حتى وهو لسه طفل صغير. الحاجة الجميلة التانية يقول الكتاب وكانت يد الرب معه. أهم حاجة أن يكون ربنا في حياتي، اللي يكون ربنا هو اللي بيقود حياتي. ما اعتمدش غير عليه، هعتمد على الفلوس تضيع، اعتمد على الصحة ممكن تضيع، اعتمد على أسرتي ممكن مش موجودين، اعتمد على أي قوة بشرية كل ده رايح، الأرض كلها هتروح. عشان كده خلينا نعتمد ونخلي يد الرب معنا وفي حياتنا. ويد الرب ترمز إلى قوة الله، خليك معتمد على قوة الله، ليس على مركزك ولا على أموالك ولا على سلطانك ولا على نسبك ولا على أسرتك ولا على أي شيء في العالم، ولكن اعتمد أساسا على الله. كانت يد الرب معه، طلع في الصحراء، عاش في الصحراء اليوم إلى يوم ظهوره في إسرائيل، وكان ربنا عطيله الأكل وعطيله الشرب وعطيله الصحة وعطيله كل حاجة. ده أبائنا القديسين زي الأنبا بولا أول السواه قعد حوالي فوق 70 سنة في البرية وحده. لا طب في المرض عمل إيه؟ طب والأكل؟ طب والشرب؟ طب الصحة؟ مفيش، مش عارفين. لكن الله كان معه، وإذا كان الرب معنا فمن علينا؟ الحاجة الجميلة التانية، لما زكريا النبي أو زكريا الكاهن انفتح فمه تنبأ بنبوتين، حل الروح القدس عليه وتنبأ بنبوته. النبوة الأولى خاصة بالمسيح، والنبوة الثانية خاصة بيوحنا المعمدان. ويظهر من كلمات النبوة بتاعته عن المسيح أن هو بيتكلم أكن المسيح ده موجود، وأكن المخلص ده موجود، مع أن المسيح ما كانش لسه اتولد. المخلص موجود. عشان كده يقول وأقام، أقام خلاص، مش لسه هيقيم، ده أقام لنا قرن. خلاص قرن، كلمة قرن في الكتاب المقدس معناها ملك أو سلطان. وقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم أنبيائه. مش يقيم لنا قرن خلاص، أقام لنا، لأن خلاص حبل به وموجود في بطن العذراء. فالمسيح مخلصنا جاء من نسل داود الملك، فجاء من بيت ملوك، ولكن هو بلاهوته هو ملك الملوك ورب الأرباب. طب جاي ليه يا رب؟ زكريا بيقول خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، عشان يخلصنا من أعدائنا الروحيين، يخلصنا من الشيطان اللي تعبنا. أما أعدائنا الجسديين فربنا يقول لنا باركوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، صلوا إلى مبغضيكم. فإذا كان لنا أعداء، هم أعدائنا الحقيقيين هم الشياطين، لكن ليس لنا أعداء من البشر. ليهلك جميع أعدائنا، المسيح جاي عشان يهلك جميع أعدائنا ويعطينا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب، ويحررنا من سلطان الموت ومن سلطان إبليس. جاي ليه أيضا؟ يتنبأ زكريا ويقول يصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. يذكر رحمة مع أبائنا،
أبائنا جايز يقصد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هو طبعا المسيح أول ما اتصلب ومات نزلت روحه مع اللاهوت ودخل إلى الجحيم وطلع كل اللي كانوا في السبي. فمجيء السيد المسيح خلص أبائنا من الجحيم وغفر لهم خطاياهم بدمه. فجاء المخلص لكي يعلن رحمته على أبائنا وعلى العالم كله. ويرجع يقول القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا. المسيح جاي عشان ينقذنا من أيدي أعدائنا وإيه كمان عشان نعبده بخوف. وهذا العهد أو هذا القسم تحقق بمجيء المسيح إذ غلب العدو على الصليب. سحق الشيطان وسحق الموت بموته غلب الموت وغفر لنا خطايانا. وبعد كده ولدنا ولادة جديدة فخلقنا خليقة جديدة والفساد اللي كان في الخلقة بتاعتنا الله شاله وخلصنا منه وأصبحنا خليقة جديدة مولودين من فوق. حطم الرب يسوع جميع فخاخهم بل وأعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وأعطانا أن نعيش بقداسة وبر كل أيام حياتنا لأننا خليقة جديدة. أما عن يوحنا المعمدان فقد تنبأ وقال أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. العلي مين العلي ده؟ هو نبي العلي هو السابق يعني بيقول عن المسيح ولسه ما اتولدش إن هو الإله. وده جاي النبي اللي المسيح قال عنه مفيش أعظم من مواليد النساء غير يوحنا المعمدان هو أعظم مواليد النساء. لأنك تتقدم أمام وجهه لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص ومغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا التي افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. بعد كده ابتدى يوجه كلامه للصبي بيتكلم الصبي الطفل الصغير اللي لسه عنده 8 أيام. وأنت أيها الصبي بيتكلم الصبي نبي العلي تدعى. طب يعني الصبي دوت هو فاهم حاجة؟ ده الطفل لسه عنده 8 أيام. أيوة ده هذا الطفل اللي احنا ممكن نقول مش فاهم حاجة سجد للمسيح وهو جوه بطن أمه. عشان كده الكنيسة بتمنع الإجهاض لأن الطفل حي كائن حي بيحس وبيشعر وبينمو وبيتغذى وبيكبر وهو جوه بطن أمه. فده كائن حي بيشعر وبيسمع. إذا كان كمان بقى نبي فكمان سجد للمسيح وهو في بطن العذراء. طب جاي ليه يوحنا؟ عشان يضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. في شريعة موسى في خيمة الاجتماع كان في أحد السرج لازم تضيء وكان تضيء على الدوام كرمز ليوحنا المعمدان. عشان كده ما نستغربش لما يقول عليه السيد المسيح كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. الوقت اللي جه فيه يوحنا المعمدان كان العالم بيتخبط في الظلمة والجهل. جاء يوحنا المعمدان لكي ينادي بالتوبة إلى الله وغفران الخطايا. جاء لكي يمهد الطريق ويعد أمام يسوع. فتقاطرت إليه الجموع
وخرج إليه أهل أورشليم ومنطقة اليهودية كلها وجميع القرى المحيطة الأردن، وكان يقول لهم اسمروا ثمارا طليق بالتوبة، وكان يقول لهم أن الفاس أيضا قد وضعت على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وكان يقول لليهود ما تعتمدوش على النسل بتاعكم أنكم أولاد إبراهيم، لا تقولوا لنا إبراهيم أبا، فإني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا إبراهيم. فسألوه أأنت المسيح؟ قال لهم لا، المسيح ده أنا لا أستحق أن أحل سيور حذائه. المسيح ده جاي يعمد بالروح القدس، أنا أعمدكم بماء، لكن هو هيعمد بالروح القدس. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نعيش كلمات الإنجيل ونطبقها في حياتنا، وإن إحنا نعمل زي يوحنا المعمدان وندعو الجميع للتوبة ونعد طريق الله في حياة الكثيرين. ملايين في العالم لا يعرفوا الرب يسوع. وظيفتنا، وظيفة كل واحد فينا، أن يعد الطريق أمام المسيح إلى قلوب هؤلاء، يكلمهم عن المسيح وعن الخلاص اللي أتمه، ويدعوهم إلى التوبة. لو أنا شايف واحد بعيد وأقدر أكلمه على التوبة، ياريت تشجعه أن يتوب. ولو واحد ما يعرفش المسيح، كلمه على المسيح لكي تعمل العمل الذي قام به يوحنا المعمدان، وله المجد من أبدين. آمين.